خد شوفوا المتتبعين، شوفوا اللي كيجروا على وسخ الدنيا، سحبوا لهم غير ربحوا شي حاجه. شوف هادو مساكن كانوا ناعسين فايقين، شوفوا الدنيا كي ولات. شوف انا يلاه جيت لجبال الحوز اليوم الحد كنصور معاكم. ها شوف اخوتي، شوف هاد الوطيل كيف ده، كيف ولا. ها كان احسن وطيل عندهم هنايا. شوف اخوتي، شوف. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اتقوا الله في نفوسكم اصحاب القنوات. شوفوا، اتقوا الله في نفوسكم، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره. شوف ما تتبعوا وسخ الدنيا وتتبعوه، تبعوا الادسنس خرج عليكم. يلا شوفوا هاد الناس مساكن. شوف اخوتي، شوف داكشي كيألم. انا بعدا والله الا ألمني هادشي، عاوتاني تتأثر عليا اكثر من الجبال اللي طلعت ليهم ديال تارودانت. بزاف اخوتي هادشي. الله الله الله، شوفوا مساكن بالقياطن. ها لا اله الا الله، شحال القياطن، شي كيألم والله اخوتي. لا كيألم. انتم اخوتي انتم المتتبعين، شوفوا القياطن، شوفوا مسكن، شوفوا الناس. حتى المسجد دايرينو، هذا القيطون الكبير اللي فيه البوق دار المسجد. انتم اخوتي، ها انتم الناس هنا، الناس مساكن صافي تدمروا اكثر من تارودانت. ها لا اله الا الله، شوفوا اخوتي، شوفوا مسكينه سوسو. شوف اخوتي ملي غندوز من تحت هاد العواد، الا طاح عليا هاد الشيء لا اله الا الله. ايا شريف واخا نشد من هنا. ما نوكلش عليه، واخا سيدي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، سيدي ربي. هانتوما اخوتي، شهر 12 يوم 10 10 في شهر 12 اخوتي، يوم الاحد. شوف اخوتي، كنا صورناه من تحت. اها الفوق ديال دابا المسجد العتيق، هو هذا ما كنسموه راه الطاوله، هذاك هو المسجد العتيق. هذا هو المسجد العتيق، واسمع هذه تاهي راه عرفت. اياه راه الدار حدا مولاي ابراهيم، راه هو من لهيه تاهي رابت. هذه زاويه ديال مولاي ابراهيم. لا اله الا الله. شوف اخوتي، عامل واحد هزه هزه بزاف العائلات، هزه العائلات وهزه العائلات. الناس اخوتي كيعيشوا من هاد البلاصه، هاد البلاصه مشات ليهم. شوف اخوتي، كاين حتى عندك هاد الدم يكون ديال الناس اللي ماتوا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. والله اخوتي شنو نقول لكم، هنا فيكتو تخدمو، هنا مساكن مشى ليهم كلشي. شوفوا اخوتي، لا اله الا الله، الله معاكم، الله معاكم. ها انتم اخوتي، هذه الصمعة ديال مولاي ابراهيم، هذه الصمعة ديال مولاي ابراهيم، هذا هو المسجد ديالو، هذا هو المسجد ديال المسجد العتيق. مسجد العتيق اخوتي، شحال من سنة هو كاين هذا المسجد؟ والله ما عرفتش، شي ثلاثة القرون ولا أربعة، وهذا الزلزال جا داها اخوتي. لا إله إلا الله، منين غندوزو الشريف؟ لا إله إلا الله. ها انتم اخوتي، والله إلا هادشي اللي كيدار في القلب، حق الله اخوتي، فاش غيعيشوا هاد الناس؟ هادوما الحوينتات فاش كانوا كيعيشوا، كلشي راب، كلشي تهرس. شوف اخوتي، شوفوا القهاوي، شوفوا. يا الله اختي، اخوتي وخواتاتي، واحد شنو نقول لكم، واحد الانسانه مسكينه اللي حتى هي طاحت لها الدار ديالها ومطلقه، مسكينه مطلقه. وعندك شحال البنيات قلتي اختي؟ عندي وليد وبنيه. عندها وليد وبنيه، وعندك اختك قلتي هي معاقه؟ لا عندي اختي مريضه نفسانيه. مريضه نفسانيه، مريضه عقليه. مريضه اختي، مسكينه كتسمى بحال من ذوي احتياجات خاصه. انسان مريض عقلي راه بحال الانسان، يعني حتى هي كتسمى اعاقه. تشرب الدواء حياتها كلها خاصها الدواء. عاودي لينا اختي، حيت انا مشيت للزلزال ديال تارودانت، ومشيت للجبال كاملين، ولكن مولاي ابراهيم والجبال ديالكم ديال هنايا ديال الحوز يلا وصلت ليهم. اليوم الحد شهر 12 نهار 10 فيه،
غادي تسمعوا هاد الانسانه اللي حضرات وبنت هنا ومشات للدار ديالها. غتعاود لكم اخوتي المتتبعين ديالي تسمعوا هاد السيده كيفاش غتروي لكم الحكايه. السلام عليكم بعدا وتنشكر السيده سوسو والله يخليها لينا ويطول عمرها، مراه حنينه وظريفه والقلب الكبير. نتمنى نصيد ربي يسر ليها ويسر كاع لجميع المحسنين اللي تيحنوا فينا. نهار الخميس كما العاده تنوضوا نترزقوا حتى باب الصالح، حيت حنايا عايشين بهذا الولي الصالح. يعني نحشم نقول لك اشناهي خدمتنا، خدمتنا تنترزقوا بحال قلتي تنطلبوا. اللي بغى يطيب سكسو، اللي بغى يغسل الدجاج، اللي عنده شي ليلات بنا ونخدموا معاه. المهم نهار الجمعه وصلات 11 قل قسم يلا حيت دخلت انا ووليداتي. ولدي قال لي ماما بغيت العشاء، قلت لي مازال عيط ضليت في تماره صبر. قال لي وداك الروز، قلت لها انت سخنو ودير فيه واحد جوج بيضات. كيما واقف عندي انا بوطه صغيره ما عنديش الفرن وداك، واقف داير داك الروز في طويجين، شاد دوك جوج بيضات. واحد الساعه تنسمع عطي صفارات الانذار ديال الحرب ديك تنحس بالارض تتزعزع، الحيوطه تيطرطقوا. ولدي قال لي ماما اش هاد الشيء؟ قلت لي يمكن يمكن. قلت الزنزان الولد هرب، بنتي ناعسه عندي في البيت. الله خوتي الا كتعاودوا الحما كيتبوش. ناعسه في البيت بقى داك الشيء تيطرطق، تنشوف العافيه كاينه في الحيوط. اسمع اخوتي راه قالت لك العافيه هاد السيده شافتها في الحيوط. العافيه العافيه شاعله في الحيوط. ومنين بغيت نخرج، بغيت نخرج انا وبنتي تفضت وما لقيتش منين نخرج. انا وصلت حدا الباب، عند الباب وصلت ليه، لكن باش نخرج لنا ما قلتيش. تضربت مع الحيط تهرس ومنبهدر، تضربت مع الحيط الاخر مع تتحل الارض تتحلو الحيوط. شدات ليا اللحم طرطه هكا باللحم ديالتها هي باقي عندي لاطراس عليها. خرجت الخرجه اللي تخرج تحت على ركابيه تنشوف الارض، حيت الله سبحانه وتعالى فاش قال لك اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها لان ربك اوحى لها. تنشوف الارض تتحل وتتسد، كثرت هذيك الخلعه حتى تنشهد صافي. قلت هذه هي الساعه الاخدي هي ينفخ في الصور. تنسمع ان يوم يبعثون، فاش صافي بتسالي الدنيا هي فاش تتنفخ في الصور. تنشوف ديك الارض تتحل تتسد شي شويه من بعيد سكا. من جينا نسقا وجينا ندورو لقينا كلشي طاح. بنتي انا دخل لي على اللسان، يعني اللسان كون زاد شويه. اخوتي المتتبعين شوقع لبنتها كون زاد شويه اللسان هكا غادي تخنق صافي غادي تموت. بقيت شاده بقات شانقه عليا هكاك. ولدي ردوا عليا الناس، طاحت عليه واحد الجنب ديال الحيط على الكتف ديالو. بقى شاد دوك البيضات حتى للجوج ونص الليل بالجوع شربهم خضرين. الله بقينا ناعسين هكاك في البرد. صباح الصباح الصباح منين نصبح خرجنا نشوفو مولاي ابراهيم والو كي داير، لقيناه كله طاح. تنشوف الناس تيجبدوا الموتى، هما لي البلاد اللي تيجبدوا. لا ما كان ديك الساعه والو، ما كان تحت ديك الساعه مازال ما كاين لا مخزن لا والو، الطريق مقطوعه ما كاينش كي يلحقونا الناس اللي تيجبدوا الموتى. الدراري حنايا اختي اللي مريضه، ما هي اصلا مريضه تشرب الدواء، عندها 7800 ديال الدواء، كانت تضرب الفاليوم وكانت تضرب تيميستا والزيمبام. ويحن فيا حن فيا داك الطبيب البروفيسور الكبير ديال مرشيش ديال الامراض العقليه والنفسيه، قال لي جيبيها لي للعياده. ديتها ليه عطاني واحد الدواء اللي ما تيخليش الريوق يهبطو وتبقى تمشي كروبو. منين جات جيراننا ماتوا، مات البنيه اللي تسات نهار الخميس ولادها بجوج امها. دابا هي منين خرجوا هذوك الناس كلهم بجوغين حدا تتشد الجدر ديال شعرها وتطيرو باش تشهد المريضه، ما عندهاش العقل. دابا هذيك الخوف هذيك جا الشوك صافي رجع لها داك الحماق اللي كان فيها من الاول اللي تنعالج 10 سنين هذه، عاود رجع. حيت راه انا حلتي البنت، ما حلتي لاختي، ما حلتي للخلعه. واليومين هذا ما تنعسوش حيت باقي دوك الارتدادات. جاو باقي كيتحرك لكم شويه مره تيضرب على ثلاثه تيضرب على جوج، المره الاخر ضرب على اربعه على خمسه. لطيفه لطيفه اربعه على خمسه يتكمل الخمسه صعيبه قريب. زاد كون زاد شي كون زاد شويه كل دوك اللي ناعسين في دوك الديور المشقوقين. ودابا الناس لا دخلوا، انا مني وجبت داري كلها مشقوقه راه خصني ندخل، لانني عندي لاخت خوز والروماتيزم ما نقدرش نبقى ناعسه في الزنقه في البرد. جاو المحسنين قولي الجمعه السبت الحد جاو المحسنين، ما نكذبوش على صدر ربي، شدينا الحليب شدينا الفرماج شدينا الطون شدينا الدقيق شدينا اللي عندو لي كوش لعجدهم شدينا المانط. ولكن دازت مده 20 يوم شهر ما بقى والو، بقى عندكم والو
جود الله اللي باقي دابا تنخرجوا لهنا حدا باب الصريح ولا تنمشيو للشانطي الطوموبيل اللي غاديه واللي جايه تنطلبوها حتى الا بغيتي تمشي تقداي تلقاي كلشي غالي يعني ما طيشه وصلت 300 بطاطا يعني مشينا للسوق كنطلبوا فيه لا كاينش اللي يعطيك حيت ماشي مابغوش يعطيونا ولكن الله يكون في العون حتى لدوك الخباره اللي تيشريو صافي وحنا جالسين حتى جات هاد الشريفه الله يخليها لنا كرماتنا بعدا عطاتنا حويجات طلات فينا والمحسنين دابا تحبسوا علاش تحبسوا حيت لا اي واحد تيعيا ما نقولوش لا لا نكرو خيرهم ما نكروش خيرهم الصراحه ديال سيدي ربي تنشكروهم وتنشكرهم انا بعدا من القلب كانوا ديك الساعه الطوموبيلات اللي يدوزو ويعطيوك وكانوا تعطينا حتى من الفلوس من 100 درهم ومن 50 درهم جمعنا داك شويه هو باش ضربنا هاد الشهر 11 وحنا تنضربوا به دابا شهر 12 ولكن لا ما بقاش خوتي دابا عرفتي شنو اللي كيطلبوا هاد الناس شنو اللي كتطلبوا دابا شنو اللي خصكم حنا اختي تنطلبوا الاساسيات ديال الماكله الناس دابا راه قتلهم الجوع خوتي هنا بين الحيمات بين الدجاج بين خضير ها انت حبيبتي شوفي عطيني النمره ديالك ديال التليفون ديالك باش اللي تفرج في القناه وبغى يساعد هاد السيده مسكينه راه مطلقه بجوج وليدات وتا هي في قيطون هاد شوفوا النمره ديالها اللي بغى يساعدها يصيفط ليها باش تعاونوها ولا تجيبوا ليها الاكل ولا اللي كان المهم التليفون ديالها غتقولوا باللسان ديالها قولي اختي باللسان ديالك التليفون ديالك 06 14 54 95 83 هذا هو النمره قولي لهم الكنيه السميه ديالك سميتي كامله ياك قولي لهم سميتك كامله لا رفيعه ايت بن جعفر انا من الشرفه ديال مولاي ابراهيم اه سمعتوها عاودي النمره ديالك عاوتاني 06 14 54 95 83 سميتي لالا ربيعه ايت بن جعفر ها انتم اخوتي شكرا يلا كاين غير الحوايج الدراري الصغار انا ماشي سبرتيله لبنتي واش شريت واخا ابراهيم امش شويه عليكم امش شويه عليكم برزيله بغيت نبرح عليك ما خلاونيش نوصل ها طربوش هزو ولاد راسو كبير راه هادشي غير الحوايج الدراري الصغار هادشي غير الحوايج الدراري الصغار الدراري ها انت فرق انت اللي كتعرف الناس الدوار ديالكم ابراهيم ما تجيكش هذه ها خديجه جيكي غير بلاتي غير شويه انا نتا وسيري هي عمي لا كاينه نعطيها 39 لا صغيره شي حدا راه ديال ما عندكش وين نديرها انا جاك في البلي انا نشوف شي حاجه شوف لي شي حاجه اخرى واحد البليغه شكون هذيك البلغات راه عندي هنا غير الحوايج للدراري الصغار غير البنات غير قلبي غير قلبي غتلقاي جبت لها جبت لها ابراهيم حيت الصابط انا دايرهم في القاع ديال الشاكوش ها انت هذا راه بوت زيجي لبنتك شتي راه في 12 جا هو هذاك يلا هزو ها الحوايج هذاك البوط هذاك الجلبرت السر ها هو ها البوط ها راح سيدي ما قلتي لبنتك يلا هزي يلا زركت لكم غير الحوايج ديال الدراري الصغار اللي عندي يلا موزعين باقي كل شيء وحسن الناس العدس وما واصلهمش اخوتي العدس وما واصلهمش وكيقول لك عاطينهم الناس قتلهم هنا الجوع ما عندهمش شوف الدراري كيشوفوا لي بونبون دقيق هذا ماشي دقيق هذا العدس ساكت ديال ماماك هاك يلا سيري يلا سيري بلاتي انا نعطيك عطيتك البو الفانيت يلا سيري بلاتي حل حلية هادي فين هو داك الولد عيطي ليه اجا جا ولدي اجا جا ابراهيم اجا انا راه جيت غير نشوف شنو اللي خاص هنا عاد من بعد غادي انا عيسى يلا الشريك اللي في الطريق اللي فعلي عنده خمسة الولاد توصل ليه توا السلعة ديالو حل اخويا حل حل شو عيب لا عيب شوية كلشي غادي ياخد كلشي غادي ياخد سيدي شحم واحد مات هنا سيدي انت اللي ولد هنا واش شريف هنا اللي ولد هنا وسميت ولد المنطقة دابا ميتة عندنا هنا 36 واحد اللي ميتة هنا 36 واحد اللي مات هنا هادو هاد اللي جبدوا الناس غير اللي جبدوا هادو ها ولاد البلاد اييه اللي درنا اللي قلبنا عليهم لقيناهم 36 اللي ماتت هنا خلي عليك البلايص اخرين خلي عليك ثلاث عقوب خلي عليك غير خلي عليك مزميز هنا راه منطقه ديال مولاي ابراهيم المنطقه ديال مولاي ابراهيم مولاي ابراهيم راه باقيين ضروريين هنا حنا اشنو درنا هنا حنا دابا هنا اييه قول اخويا دابا هنا درنا البرد ما بينش وجهك غير هضر حنا دابا هنا الباش مضرورين هنا مضرورين بالبرد اييه هذا دابا غادي دابا غادي يدخلوا الليالي فاش مريحين كنريحوا في الخزاين والخزاين باردين
دابا شنو كطالبوا نتوما؟ حنا كنطالبوا بغينا هادشي تشطب، بغينا اولا وقبل كل شيء ما كرهناش الغطاء، يجينا الغطاء وبغينا شي تشطب، بغينا نتبناو لزورنا ونرجعوا لزورنا كيما كنا. وكنتمنى والحمد لله عطا الله الخير، تطلعوا لنا المغاربه من طنجه حتى الويرا، كاين اللي جاب المباد، كاين اللي جاب الدار، كاين اللي جاب وصلكم داكشي، كلشي وصل الحمد لله، الحمد لله وشكرنا. في الايامات ديال الاولى كلشي وصل الحمد لله، ودابا كلشي داكشي قادنا للبرمجه. دابا اليوم شهر 12 اخوتي، 10 في شهر 12 قال لك ما بقى عندهم والو، اليوم 10 شهر 12 ما بقى عندنا دابا والو. وكنطلبوا من المحسنين الا كان شي واحد اللي غادي يتساعد معنا يجينا، ما كرهناش اخوتي من هاد من هاد الساعه هادي ولا من غدا الله يجزيكم بخير. وما زال غادي تشوفوا معنا البلايص اخرين، شوفوا الناس فاش مريحين، والله العظيم الا كان الناس الكبار مريحين في القياطن، وعندنا العيالات يلا والدين ومريحين في القياطن. باش تكون المراه والده وجالسه في القيطور راها صعيبه اخوتي المغاربه. عندنا الرجال كبار ومريحين في القياطن والبرد، والله العظيم الا عندنا دابا العيالات يلا والدين ومريحين في القياطن، يحسن عوالهم مساكن. كاين العيالات باقا صغار، اسمع باقا الدريه بنت مرا من 18 عام والده مريحه في القيطون، من 24 عام من والده ومريحه في القيطون. الله يجزيكم بخير، الا كان شي واحد فينا اللي ينظر فينا بعين الرحمه، الله يجزيكم بخير ما كرهناش. الله يجزيكم بخير ما تطلعوا عنا، نتمنى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله من المحسنين المغاربه خوتنا المغاربه اللي يعاونوه ويساعدوه. جامعه مولاي ابراهيم، جامعه مولاي ابراهيم بؤره خايبه، خير سبحان الله، جامعه مولاي ابراهيم يقري من الحزن. الله يجزيكم بخير، الا كان شي واحد غادي يتعاون معنا ولا اللي بغى يتصل بينا بالرقم التليفون ديالك قولوا، الا كان غادي يتصل معنا غادي يهضروا معك، اللي قال غادي يتصل معنا التليفون ديالك. الله يجزيكم بخير، الرقم التليفون ديالو هو 06 23 اييه 81 اييه 75 اييه 78 هاكاك عاودوا. ايتدار عمر، ايتدار عمر 06 23 81 75 78. هاد الجزء اللي دوزنا لكم دابا راه دوزنا لكم هنا، دوزنا لكم هذا هام الجيد، مشيت لعاتق ديال مولاي ابراهيم، مشيت لعاتق ديال مولاي ابراهيم، هذا هام الجيد. ومازال مازال ان شاء الله غادي نوريكم القياطنا، ونوريكم الناس اللي مريحين في القياطنا، ونوريكم الناس الكبار. خصك تعطيني شويه ديال الناس ديال القياطن باغي نساعدهم دابا بمساعده عندي في الطوموبيل. اي الله يعطيك العيون، نعطيكم الناس ديال القياطن الله يجزيكم بخير. والسلام عليكم، وتحيه للمغاربه كاملين من طنجه حتى للقويره، اللي ما فيه روح المواطنه ما سميه راجل. تحيه للمغاربه من طنجه حتى للقويره. وعاش محمد السادس، الله ينصر سيدنا، الله ينصر وعاش الملك، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، اللهم انصره نصرا عزيزا ومنصرا، اللهم عليه حق الحق وارزقه اتباعه، وعليه باطلا باطلا وارزقه اجتنابه. ايدي دار عمر من مركز مولاي ابراهيم، والسلام عليكم. الرقم التليفون ديالو 06 23 81 75 78. نتمنى منكم اخوتي المغاربه كاملين من غيتحط الفيديو ساعدوا هذا السيد، لان هاد الناس هنا مدمرين اخوتي بالمعقول، ماشي زعما انتم شوف الدمار ديال بصح. نتمنى انكم توقفوا معاهم مساكن، وانا بقى معكم اخوتي، انا بقى كنصور، المهم اي حاجه كاينه غنصورها معكم. شوف اخوتي، شوفوا 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 افي ما مشيتو اخوتي، كتشوفوا عيل القياطن زرقين. مساكن، شوفوا اخوتي القياطن ها على الشانطي مساكن، غير هما القياطن اللي عاطيه اللي عاطيهم، قال لك القياطن اللي صيفط لهم سيدنا شكروهم لي اخوتي الناس، قال لك قياطن زوينين دافيين فيهم، زعما كيتغطاو دافيين فيهم، كاين شي قياطن اخرين لا، قال لك ما فيهم البرد، ولكن القياطن اللي كنصيفط ليهم سيدنا الله ينصرو قالوا لي هنايا في جبال الحوز، قال لك زوينين دافيين، خصهم غير يتغطاو ويدفاو. واللي كيطلبوا اخوتي كيطلبوا مساكن الماكله، الناس قتلهم الجوع والغطا، الجوع والغطا اخوتي، وخايفين مساكن من الثلج والبرد، قال لك اللي باقي جاي والشتا. كنطلب من الناس يوقفوا معاهم وتساعدوهم
اللي قد على شويه يطلع ويعطي علاش لا الخير في المساعده اخوتي. راه اللي ما عطاش من القليل ما يعطيش اخوتي من الكثير. شوف اخوتي هاد الناس مساكنه جوج قياطن عرفتي القياطن على الشانطي على الشانط من غير اللي في الجبال. شوف اخوتي شوف شوف شوفوا مساكن هادو ها هما مساكنه على الشانطي ها هادو عائله دابا جوج قياطن القياطن اللي كاينين هنا عاوتاني كاين اللي مسكين ما عندوش القيطون داير غير الميكا بحال هادو دايرين غير الميكا اخوتي اللي الفوق قليل اللي داير القيطون ولكن هاد القياطن اللي كتبان لكم فيهم الرايه ديال المغرب عاش محمد السادس هادو ديال سيدنا قالوا لك زوينين شكروهم ليا الناس انتظر مساكن هكا هما في القياطن وقالوا لينا مساكن يلاه مرحبا بكم تباتوا نغطيوكم وندفيوكم حتى الغدا قلنا لهم لا خوتي حنا جايين غير نشوفوكم ونمشوا بحالنا شوف الكرامه خوتي اللي في هاد الناس رغم انهم مساكن هما خاص لي يعطيهم ومؤلمين كيقولوا لك مساكن اجوا مرحبا بكم تباتوا عندنا جزاهم الله خير ها انتم اخوتي ها يا ربي السلام هذا لوطي نزل كامل كامل اخوتي كامل كامل لا اله الا الله محمد رسول الله كشي غريب غريب كيفاش جا الزلزال والناس اللي حضروا ليه داكشي اللي كيعاودوا غريب قالك الزلزال جات معاه العافيه اخوتي بانت ليهم العافيه وبان ليهم الارض تحلات وشويه الارض تسدات هادشي زعما بان ليا غريب الله يعمر ربي يشوف من حالنا اخوتي حتى الجبل كيتشقوا الله يشوف من حالهم مساكن الله يعمر ربي يعاونهم ويسهل عليهم مساكن بقاو فينا نكذبوا عليكم ثاني هاد الوقيل مع هاد القهوه كي ولا كله تخرب شتوها كلشي تخرب اخوتي كلشي كلشي قوال ونساك الناس الناس شوفوا شوفوا كي كيبان لكم من ديك الجهه الفوق شوفوا داك لوطيل كيفاش نزل لا حول ولا قوه الا بالله شاو اخوتي هادشي بزاف هادشي الله يعمر ربي يدير ليهم تا ولد الخير مساكن الله اللي بقى فيا هو دابا قالك داكشي اللي كانوا كيجيبوا ليهم المغاربه المحسنين كاملين تحيه ليهم وشكرا ليهم داكشي قالك مساكن كلا ودابا راه تقاد عليهم كلشي دابا قالك خصهم ما ياكلوا حيت انا ما عندهم لا خدمه لا والو مساكن هاد الناس هنايا هادشي اللي كاين اخوتي حتى الجبال طرطقوها قالك الطرقان كانوا مسدودين عاد دوك يحلوا في الطرقان ها شوفوا الجبوله تهرسوا ها يدير ليهم مساكن شي تاول الخير حتى لهنا وكنقول لكم اخوتي اللي بغى يساعد يجي يساعد هاد الناس راه باقين خاصهم المساعده اخوتي وبسلام عليكم والله الوطن الملك والله يزيد في عمر سيدي وتحيه للسلطه المغربيه من الصغير حتى الكبير لان حتى السلطه واقفه وكتجري وما خلات مساكن ما داروا معاهم داكشي اللي كيعاودوا لينا الناس ما بغيتش نصور اخوتي لان ما خصنيش نصور الناس هذيك السيده هي اللي بغات اللي درت لكم معها الفيديو هي اللي بغات بخاطرها صورتها اما انا ما يمكنش لي نصور الناس اخوتي اللي ما بغوش بخاطرهم وبسلام عليكم اخوتي